على أدائه القيادي والموضوعي لمهامه الرسمية، وتشمل المصالح الخاصة للموظف أي منفعة يحصل عليها لنفسه أو لأقاربه أو أصدقائه المقربين أو لأفراد والمؤسسات التي ارتبط معها بأعمال تجارية أو صلات سياسية. ومن أبرز النماذج لتعرض المصالح اتخاذ قرارات إدارية أو مالية ترتبط بمصالح خاصة بالموظف أو أي من مقربيه، أو تعيين أي من المسؤولين بالجهات التي له سلطة اتخاذ القرار بها أو المرتبطة بجهة عمله. ولا شك أن تعرض الموظف لعمله السلطان تعارض المصالح وخضوعه له إنما يترتب عليه أضرارا بالغة، من أبرزها الآتي: فقدان الثقة في النظم الاجتماعية والسياسية القائمة، وبما قد يترتب عليه من فقدان الشعور بالمواطنة والانتماء وهروب العقول والكفاءات إلى الخارج، وبما قد يترتب عليه في النهاية إلى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي. نمرة 2، إهدار المال العام، والذي يتمثل في الخسائر التي قد تتعرض لها الخزانة العامة بسبب تعارض المصالح. تعارض القرارات التي تصدرها وحدات الدولة التي تعني بالإلغاء من انحراف السلطة، والذي ينجب عن